معانا عبر الهاتف الآن الكابتن محمد عتراوي المدرب العام بنادي غزل المحلة. كابتن محمد مشرف ومنور. مساء الخير يا كابتن كريم، ازيك يا حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله يا كابتن، تمام والله الحمد لله. ايه رأيك في هذه المواجهة؟ النتيجة بالنسبة لكم كانت مرضية النهارده؟ والله يا بص اقول لحضرتك حاجة، الحمد لله على أي حاجة. احنا طبعا احنا البونت كويس، لكن احنا كنا جايين نلعب على تاتا بونت، واحنا احنا أكتر فرص ضايعة النهارده. احنا بنلعب فرقة كبيرة، بنلعب فرقة محترمة، سكواد كويس جدا، لكن الكابتن رضا مش جاي يلعب على البونت، بدليل احنا شوف كم الفرص اللي ضاعت. تقول لك ان المحله النهارده الحمد لله بدانا نرجع للهوايه بتاعتنا بتاع بدايه الموسم بتاعه الكره الحلوه، والحمد لله بونت كويس احسن من ما فيش يعني. انا بقى انت جيت على السؤال اللي انا كنت هساله لك. غزل المحله بقى له موسمين يبدا بشكل رائع جدا جدا، بغض النظر بقى عن تغييرات مدربين لعيبه، بس يبدا بشكل كويس قوي قوي، ويجي في النص يبقى سيء جدا، ويجي في الاخر يروح لامم نقاط مرة أخرى. ليه غزل المحلة بقاله موسمين مش بيمشي على نسق واحد؟ والله بص أقول لحضرتك حاجة، هي ممكن تبقى ظروف، ممكن تبقى مثلا الدنيا مش ماشية في الماتشات، فخسارة بتجيب خسارة. لكن الفترة دي الحمد لله كابتن رضا لمم الدنيا، واللاعيبة ما شاء الله ما كانت مركزة جدا. احنا كنا عاملين معسكر في القاهرة من 4 5 أيام، لعبة كانت مركزة جدا في الماتش، مركزة انها تجيب تاتا بونت وتعوض اللي هو الفترة السيئة اللي فاتت يعني. طيب اسماء كتيرة من لاعبي غزة المحلة كل شوية تردد عنهم عروض واتفاقات وامضاءات، الامور دي بتسيطروا عليها ازاي؟ حتى لو شفهيه بتسيطروا ازاي عليها مع اللعيبه، وبتقنعوهم ازاي ان هم يركزوا في الفتره الحاليه مع غزل المحله؟ بص هقول لحضرتك حاجه، هي احنا معانا لعيبه محترمه جدا، اللعيبه بتاعتنا لعيبه محترمه، حتى اللي مضى وفي مكان تاني بيأدي اقصى حاجه عنده. نوعيه اللعيبه كويسه، وطبعا المدير الفني طبعا ليه عامل كبير في لم الدنيا، والناس رئيس النادي والاداره برضه في الدنيا، لكن نوعيه اللعيب بتفرق معاك. اذا كان اللعيب عنده ضمير ولعيب محترم فبيأدي الاخر نفس هو موجود. احنا النوعيه دي موجوده في نادي المحل، اللعيب بيأدي الاخر نفس، هو موجود معانا على دماغنا، هو ربنا كتب له رزق في مكان تاني برضه، انا اتمنى له التوفيق، لكن نوعيه اللعيبه اللي معاك بتفرق. نوعية لعبة محترمة فبتأدي الأخر نفس اللي هي موجودة فيه في النادي. صحيح. كابتن محمد العتراوي المدرب العام فريق غزل المحلة، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ولو على نقطة فأنا بهنيك عليها النهاردة، تعادل مهم أمام سيراميك كليوباترا بعد سلسلة من النتائج السلبية والخسائر في المباريات الأخيرة في الدوري. طيب